وسط إقبال جماهيري كبير، اختتمت دار الأوبرا المصرية مهرجانها العريق للموسيقى العربية بعدما أمتع عشاقه على مدار 10 أيام بمجموعة كبيرة من الحفلات بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية. المهرجان كان في ظروف صعبة، ولكن الحمد لله مصر نجحت في أن هي حققت هذا المهرجان وهذا الحدث الكبير في وسط طبعا يعني عايزين نقول ظلام على مستوى العالم كله. أشكر الجمهور العريق الجميل اللي كل يوم بيدعم المهرجان، وحضوره بيأكد على ثقة فينا، والحمد لله يا رب نبقى دايما عند كل ثقة الفنانين والثقة الجمهور اللي بيجي مصر يستمتع بالفن العربي وفن المصري. أنا الحقيقة مبهورة جدا، وجيت كذا حفلة، وهو مهرجان وعرس، وفعلا يعني مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حاجة جميلة جدا بتفرحنا ببلدنا. التنظيم بتاع الحفلة ظريف جدا، في تباعد بين الناس، وطبعا الحفلة نفسها لطيفة جدا. خلال الاحتفال قامت وزيرة الثقافة المصرية بتكريم الفائزين في مسابقة الدكتورة لطيفة الحفني للعزف والغناء. مبسوطة جدا جدا ان انا اتكرم النهاردة، وحاجة جديدة بالنسبة لي، واول مرة اشترك في مهرجان، وبجد مش هتبقى اخر مرة ان شاء الله. بنتقدم خطوة خطوة في المجال الفن، وبتبقى حاجة كبيرة، وطبعا حد ياخد مركز اول في الاوبرا حاجة هائلة جدا. وكان مسك الختام في المهرجان حفل الفنان التونسي صابر الرباعي، والذي امتع رواد الحفل بباقة من اجمل اغنياته. على مدار 29 عاما استمر مهرجان الموسيقى العربية في امتاع رواده الذين لم تمنعهم حتى ظروف جائحة كورونا من المشاركة في المهرجان. مينا حبيب، الغد، القاهرة.